وخلال البرنامج الخاص حول سياسات قناة الجزيرة القطرية المعادية لمملكة البحرين، أكد الرائد هشام إبراهيم رئيس مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في جو، أكد على أن النزلاء هم أمانة لدى الجهات المعنية لدى مراكز الإصلاح، حيث تعمل جهات إنفاذ القانون على تقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والمعيشية وتوفير سبل التواصل بين النزلاء وذويهم بشكل مستمر. نعتبر أن جميع هؤلاء النزلاء أمانة لدى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء، ونعمل كإدارة جاهدين للحفاظ على هذه الأمانة. في نفس الوقت نعتبر إحنا جهة تنفيذية تعمل على إنفاذ القانون بحق النزلاء من خلال تطبيق العقوبة المنصوص عليها، وملتزمين تماما بتقديم الخدمات الواردة في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية. وفي مقدمة هذه الخدمات الرعاية الصحية والخدمية والمعيشية المتكاملة، وتوفير جميع سبل التواصل بين النزلاء وأهاليهم، وكذلك ترتيب الزيارات وفق إجراءات معينة. طبعا اللي حصل في الفترة الأخيرة هو قيام عدد محدود من النزلاء على إغلاق ممرات العنابر ورفضهم الدخول إلى الغرف ومخالفتهم التعليمات الصادرة بهذا الشأن، الأمر اللي أدى إلى تعطيل الخدمات المقدمة من قبل الإدارة المتمثلة بالاتصالات والرعاية الصحية والخدمية والمعيشية للنزلاء، واستخدام هؤلاء النزلاء العنف ضد أفراد الشرطة أثناء محاولتهم لتقديم هذه الخدمات. مع العلم تم إنذار النزلاء المخالفين ودعوتهم للالتزام بالقانون لأكثر من مرة، ولكن للأسف لم يستجيبوا لذلك، الأمر اللي استدعى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحق هؤلاء النزلاء المخالفين عن طريق إدخالهم إلى الغرف لفتح الممرات العنابر وتسهيل الحركة داخل المباني وعودة الوضع بشكل طبيعي. في وقت سابق طبعا تم إخطار النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للاطلاع على تفاصيل الواقعة الحاصلة.